هو اول درع. بسم الله. اي حصلت شي حاجه اخرى الاخوان؟ شي درعي؟ السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما تشوفوا اليوم جينا للبحر، البلاصه اللي كيتلاقى فيها الواد مع البحر. غنصادر لكم ان شاء الله تقنيه ديال سبينينغ، غنلبيو الرغبات ديال المتابعين ديالنا، القناه ديالنا كاملين، ماشي غير ديالي بوحدي. اي حاجه طلبتوها وكان في الاستطاعه ديالي على راسي وعيني الاخوان، طلبت لنا نرجعوا نصادوا، وحنا جينا نصادوا. غنجوزو اليوم هنايا واحد العشيه، اجبرتوني دابا جيت مع ثلاثه ديال العشيه، دابا ثلاثه غنبقاو لينا غنبقاو نصادوا حتى تغيب القايله وغنمشيو بحالنا. الجو اليوم كما تشوفوا معايا كاين شويه الشرقي، البحر عاطيا واحد مترو، والواد طاح الشتا البارح، واحد الايام الواد معكر، الماء ديالو خضر. الصراحه غنصاد هنايا في هذا العكار هذا، غنجرمت واش غنصاد شي حاجه. ومن الاتجاه الهند الواد تما واحد البلاصه صافيه، البلاصه اللي كيتلقى فيها الواد ديما غنجبرو اما اتجاه اليمن ولا على اتجاه الشمال، ضروري كتكون واحد البلاصه صافيه على حساب الماريه اولا على حساب الجو الشرقي ولا الغربي. دابا اذا كان الغربي الواد كان غنجبرو هنا في هذا الاتجاه، وهاد البلاصه هادي كتكون صافيه. انا كنصاد في ديك البلايص هادو، دابا اليوم كاين الشرقي، الواد عاطي الدخوم ديالو لهاد الاتجاه، وهاد البلاصه هادي كيما كتشوفوا هنايا كاين شويه الصفا، وتما كاين المواش كيتكسروا، وكاين الكشكوشه الرغوه. كيعجبني نصاد صراحه في ديك الكشكوشه وفي ديك الرغوه، وحتى الدرعي كيعجبو يرعى في ديك البلايص. سبقلي جبرت في هاد الجو بحال هكذا الدرعي 5 كيلو تبارك الله. المهم حنا غنتوكلوا، المعدات ديال الصيد كلشي واجد، القصبه واجده، جبت معايا الكلبه ديالي لونا، غنزيدو شي نضيعوا الوقت. المهم اللي عجبو الفيديو كما العاده الاعجاب الاخوان، الاعجاب بالفيديو والتعليق ديالكم ضروري. احنا رجعنا نصادو، غنشوفوا القناه عاود الفيديوهات الصيد ما فيهمش تفاعل بزاف، غنرجعوا عاود نعدلوا فيديوهات في الغابه ولا نعدلوا الفيديوهات بجهاز كاشف المعادن. المهم خاصكم تبينوا لي انكم باغيين الفيديوهات ديال الصياده، ما باغيينش نعدلوا شي فيديوهات اخرين من غير الصيد. هالفيديو هذا بغيتكم تعدلوا الاعجاب، اي واحد تفرج الفيديو يعملنا الاعجاب بالفيديو، وخليونا التعليق ديالكم اسفل هالفيديو، والبارطاج ضروري البارطاج، واللي باقي ما شاركش يشترك معنا في القناه. وما نزيدش نطول عليكم، خليكم معنا نمشي ونبدا نصادو فرجه ممتعه. لونا لونا في وخمان، عمل التليفون قبل تا ولا الكاميرا، كدر ترجع وجهها لاتجاه الليهن، ما كتبغيش تشوف. لونا لونا شوف هنايا، شوف والله ما كتبغي تشوف. كنعرفني بلي كنصورها، ما عرفتش واش كنحشم بحالي واقيلا. لونا شوف هنايا، اي شوف هنا انا كنصورك. وهذا الواد اللي صورنا فيه المره اخرى، بالنسبه للور الوزن ديالها 11 الجرام، الطول ديالها 13 سنتيم، القصبه الطول ديالها 2.70 متر، الاكسيون ديالها من 0 حتى 90 الجرام، الماكينه سيري صغير 4000، لاتريس ديال 20 المليمتر، والترقيعه دفلوروكربون 50 بالمليمتر. يلا خليكم معنا، هي هذه البلاصه اللي غنصادو فيها. هنا كاين الكشكوشه، كاين ديك المواش كيتكسروا، لا كيبان لكم هالبلاصه هذه، البلاصه مزيونه بانت لي هنايا، غنبداو فيها هي اللوليه. يلا بسم الله.
هو اول درعي. بسم الله. بسم الله بسم الله. عندي لها اتجاه ونخرجوا مع الموج. حاصل مزيان ما عنده فين يمشي. تبارك الله. تبارك الله. هذا فيه 1 كيلو زايد. نقربوا نأمنوه مزيان عاد نمشي نشبروا الحوتة ديالنا. وأخيرا شبرنا الدرعي من بعد فترة طويلة. خلعني ديال لي شي واحد كبير. تبارك الله. لاتي بلاتي صبروا معاك. عرفتي واش التصوير اول مره غنعمل كاميرا في راسي غنصور بها. بسم الله. اوف. تبارك الله. انا رجعت لكم هالاخوان. تبارك الله. دابا يلا جيت قبيل ضربت عليا شي حاجه وهربت. وهذا الدرع اللولي ان شاء الله باقي غنبقى هنا حتى العشيه. تبارك الله. توحشنا لك العفريت والله. الا توحشت لهاد الدرع ولا هاد الخيره الاخوان. الملك للدرع رجع والملك السبينينغ رجع. ان شاء الله هاد رمضان كامل غنقوزوه بالصياد. باش تعرفوا فيه الجوع اللور حشاها كامله في ذقنه. دا ما صديت لكم شي. انا الدرع هنايا ما كاينش اللي بردكم الجنون في الدرعي في هذا. كان يهضر على الناس ديالنا هذه المنطقه ماشي كان يهضر على الناس الرياس كاملين. احنا كنشرفوا بالرياس الشمال كما كيقولوا لي الدراري. كيعجبني من الحال ملي كنصاد شي درعي. نحيدوا له هذا المشترى. صرت اصاحبي بالجوع كما العادة. انا كنصاد بالتقنية سبينينغ في اي وقت. بقى يلا 3 د النهار ماشي الصباح وماشي العشية وكيضرب وما كنستنى لا مرياد عمار ولا مرياد خوي. كنتوكل على الله وكنخرج ونجي نصاد. هاد اللورة هادي اللي كنصاد بها بزاف كنكون كتعرفوها بلا ما نعدو لها الاشهار. وهذا هو الخير ديالنا اليوم. هاد القصبة هادي وهاد الماكينة الاخ ديالي غير ديت ملون صاد ليهم الاخ ديالي احمد. انا باقي ما شريتش المعدات الصيد كما قلت لكم. اخر فيديو كان هنايا المشكله اللي كانت وقعت لي هنايا مع المخزنيه ديك المره ما شريتش المعدات الصيد. دابا نقولوا زايده واحد 4 شهور ما شريت والو. ان شاء الله قريب غنشري شي قصبه ديالي. الخير تبارك الله. توحش للدرعي والله الا توحش. البلاصه هنا ما فيهاش الفندق بزاف. المواش كيتكسروا بعادين وديك الرغوه والكشكوشه ديالهم كتجي حتى لهنا. والدرعي كيعجبو يرعى في هاد الكشكوشة هاد. ها
حصلت شي حاجه اخرى الاخوان شي درعي كنتمنى يكون التصوير واضح. باقي ما طلعش نشوف الوزن ديالو واش صغير ولا كبير. حالي اخر هذا دعيو معنا ما يهربش. هذا صغير شويه. كنخرجوا مع الماء وجاو كم لا بحال ياخر كما تشوفوا كنخرجوا مع الماء وجا. هاد الماكينه مخسره مشكله معاه. كنخرجوا مع الماء وجا وكنبقى ماشي معاه ما كنبقاش في بلاصه وحده باش كنرخيه مزيان عاد كنخرجوا. هاد الماكينه هادي هاد واحد الفران عنده هنايا هاد السيغورو هذا عنده مخسر تبارك الله. هذا الثاني هادي كترجع واخا هاد السيغورو عنده هنايا مخسر كتبقى ترجع بوحدي حتى لورا. الصراحه كتعذب في الصياد. ها انتم غادي نرجع بوحدي بسم الله. هذا الخير اليوم والله الا الخير ان شاء الله شي واحد 5 الكيلو اليوم غيخليكم معنا وصافي. هذا صغير عليا خور شويه. هذا فيه كيلو لاصقه غتكون كيلو لاصقه. ها انتم او الثاني حصل الملك ديال الدرعي رجع فتره طويله نهار لولي جوج درعيات تبارك الله. هالمده هذه ملي وقفت فيها هاد 4 شهور صراحه كانت غتكون واحد الحصيله في القناه ما نقول لكم شي والله الا شي حاجه كانت غتكون واعره. حيتاش كما بدا هاد الموسم هذا كنت شبرت جوج درعيات كباري انا طلع لكم التصاور ديالهم وموراها مشبر ثلاثه اخرين ومديك مورا ديك الثلاثه وقع لي مشكله ما رجعش الصديد. ومديك الفتره لدابا 4 شهور رجع او ما جوج درعيات جوج درعيات مورا بعطم وكنطلبوا من الله اننا نزيدو نشبروا شي حاجه. عندي احساس غنجي نشبر شي حاجه اخرى. يلا الاخوان فرقعوا لي الفيديو بلي لايك وبالتعاليق باش نرجعوا للصياد. غنمشيو ننزلوه مع خاه عاود نرجعوا على الله نشبروا شي حاجه. تبارك الله تبارك الله تقريبا حاخه. الدرعيه ديالنا تبارك الله فيها الخير. واخا المعدات على قدها جايبين العز. تخيلوا معايا كون عندي شي قصبه واعره 3 متر وشي ماكينه باقا جديده مزيانه وتشوفوا شنو كنا غنعدلوا هنا ان شاء الله. دابا نشريهم غير باقي ما كسبش وصافي. يلا نحيدوا المشطره وغنرجعوا للصاد وما نضيعوش الوقت. يلا هذا الثاني غنسلوه مع خا خليكم معايا. احنا نزلنا الدرع الثاني حدا خا اللي شبرنا الاولي هذا مسكين صافي مات. الثاني هو صغير على الاولي شويه. يلا ان شاء الله غنزيدو نصادو شي واحد 5 الكيلو ولا 4 الكيلو غنغطيو هاد الحفره وهاد الدرعيات ما يبقاوش يبانو معايا. يلا خليكم معنا كثروا من الاعجابات واذا كثرتوا من الاعجابات في هالفيديو وعجبكم يعني ما تخلاوش على الصياده وغنعدل لكم فيديوهات الصياده غيكونوا بزاف. المهم غنغطيو هذا الشيء هذا ونمشيو نكملوا الصيد ديالنا. يلا غنبداو دابا كنوزنوا هاد الحوت غنشوفوا شحال فيهم من كيلو ونكملوا الصياده ديالنا. بسم الله غنشبروا الميزان. هذا الميزان الميزان ها هو مشعل وهو فيه الكيلوغرام غنوزنوا بالكيلوغرام. بسم الله ها انتم الزيروات هنايا وغنشبروا الصغير اللي شبرنا الثاني. ها انتم ما عرفتش اش طلعت تبارك الله
واش غلات الصراحه اللي قد تكون فيه 800 غرام هو اللي طلع فيه كيلو 200. والله الا حكارتو زي اللي صغير طلع فيه كيلو 200 تبارك الله. هذا الصغير الصغير فيه كيلو 200، غنوزنو دابا الكبير. بسم الله غنجيب الفرعيه ديالي هو هذا كيلو ونص. صافي كيلو ونص، غنجبرو الميزان. هادو الزيروات هنا الصراحه ما كاينش. الزيروات تما، بسم الله كيلو و490، غنقولو كيلو ونص. هي هاذيك راه إلا فيه كيلو ونص تبارك الله الخير. الحصيلة اليوم ملي هن من بعد هالفترة الطويلة اللي ريحنا فيها، وباقي غنزيد نصاد إن شاء الله. دابا نزيد نشبرو شي حاجة أخرى. يلا خليكم معاه. وما هادو الدرعيات ديالنا تبارك الله الخير الخير الخير. غنزلوهم وغنكملوا الصيادة ديالنا. من ثلاثة وانا هنايا عييت، والله الا عييت. خصني نطلع نكمل المونتاج د واحد الفيديو باش نوجد لكم ان شاء الله نهار الخميس، حتى هو هاد الصياده وغاد اصلا غتكونوا تشوفتوا، عاد غنشاركم هاد الفيديو موراه، ونقدر نجي عاود غدا نقدر نرجع لهنايا في الصباح بكري ونكوزو النهار هنايا انا ولونا، ونقدروا نجيبوا الطاجين معنا ولا نعدلوا شي حاجه. المهم خليكم معنا، واذا كان شي حاجه ضروري غتشوفوها، وبغيتكم تعدلوا لنا الاعجاب بهذا الفيديو صراحة، كثروا لنا الاعجابات. اذا ما شفت الفيديو ما فيهش الاعجاب بزاف وما فيهش التعليق ديالكم بزاف، نقدر ما نرجعش نصاد، نمشي نفتش بجهاز كاشف المعادن ولا نعمل شي محتوى اخر كما شفتوا. يلا الاخوان ما غنزيدش نطول عليكم، اللي عجبو الفيديو كما العاده يعملنا الاعجاب بالفيديو، واللي باقي ما شاركش معنا في القناه ضروري شاركوا معنا الاخوان في القناه، وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. وما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا أسلوبنا الخاص. نتلاقى في شي فيديو آخر وموضوع آخر، مع السلامة.